السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فيديو، بصوا مفيد جدا بصراحه. ما بحبش انزل اي حاجه وخلاص. الفيديو ده زي ما انتم شايفين الاير فراير، انا جايباها بالظبط بقالي اكتر من شهرين، بقالها 3 شهور او تقريبا والله 4 شهور. معلش النور قاطع، ومضطره ان انا لان انا كنت بدات الفيديو واتقطع، فمضطره ان انا اكمله بقى باضاءه الكشاف وزي ما انتم شايفين كده اضاءه الشباك. يعني هي طبعا انا دورت كتير قبل ما اشتري، ما لقيتش احسن من النوع ده بصراحه. اكتر الناس شكرت فيها وقالت ان من احسن انواعها هي القلايه اللي هي فيليبس، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. طبعا في ناس قالت مقاطعه وما مقاطعه وكده، بس بصوا يعني خلينا متفقين ان اللي موجود في المحلات مش بقاله سنين، يعني هو مركون، يعني مقصودش مش بقاله سنين، يعني موجود بس من قبل الاحداث اللي كانت بتحصل. يعني في حاجات في المخازن، بالذات النوعيه اللي انا جايباها دي نظام بكر اللي هي مش تاتش، فموجود بقاله فتره هناك، وبصراحه كان نازل عليها عرض حلو جدا، لان طبعا الفتره اللي فاتت كانت الادوات الكهربائيه كانت بتزيد زياده مش طبيعيه. فانا بصراحه بعد فتره وبعد ان انا قعدت ادور واقلب على الفيسبوك على الانواع الكويسه، ما لقيتش احسن من فيليبس بصراحه ان انا اجيبها. هي جبتها مناسبه ليا ولعيلتي، هي 4 لتر، في اكبر من كده. وفي ناس بيجيبوها نفس الماركه دي بس بتيجي من بره، بس قالوا ان المفروض لو انت بتجيبيها من بره اتاكدي من قوه هي كام وات او كام تقريبا هرتز، يعني عشان تناسب الكهرباء عندنا هنا في مصر. تمام، انا جبتها كده فيليبس 4 لتر. تمام، هي دي الكرتونه كده، دي منظرها من بره، وهقول لكم دلوقتي ايه الحلو فيها وايه الوحش بامان الله، يعني بكل امانه بصراحه جميله قوي. وفي حاجه برضو انا يمكن مش فاهمه فيها قوي ومش عايزه افتي، بس هي في ناس قالوا ان هي بتبقى بثلاث شبكات، الثلاث البتاع اللي هي سنه بتاعه الكهرباء بتبقى 3. طبعا عايزه اقول لكم ان الضمان كان ملزوق على الورقه نفسها اللي بتبقى هنا، ومعاها طبعا ورق كده تاني مكتوب عليه بالانجليزي وكام لغه، فانا ما حاولتش ان انا ايه يعني ادور. نيجي بقى للقلايه نفسها، زي ما انتم شايفين كده القلايه هنا هنا الـ هنا هنا الكذا حاجه اللي ممكن تتعمل فيها. على فكره هي فيها فك تفريز، وفيها انك ممكن تطبخي فيها فرخه مشويه كامله. على فكره هي 4 لتر حلوه، مش صغيره، يعني فرخه مثلا 2 كيلو 2 كيلو ونص، والله لحد 3 كيلو، وانت بتقطعيها مثلا قطع صغيره لو انت بتشوي. تمام، انت عندك هنا اللحمه السمك بتاع، بس انا عايزه اقول لكم عشان ابقى امانه الله برضو انا مش ملتزمه بده قوي، انا ما بغيرش ال درجه الحراره غير علامتين، يعني ممكن ابداها مثلا 180، واول ما يبدا اي حاجه انا حطاها اقوم معلياها ل 200. تمام، هي انسب حاجه، انا ما باخدش بالي من درجات الحراره دي بصراحه، لكن هو التوقيت برضو مش مظبوط قوي، بس انت مع الاستخدام هتبقي انت عارفه، انت هتعرفي تسستمي نفسك على الحاجه اللي موجوده. تمام اهو. طيب عباره بقى عن ايه؟ زي ما قلت لكم هي بكر مش تاتش. تمام، دي الحله، ثواني، دي الحلة، هي موجود كده معاها حلتين، ثواني كده، هي موجود هنا حلتين، بتضغطي كده، ده كده الغطا بيروح ويجي معاكي، بتضغطي بقى كده وبتشيليها بتلاقي الحلة التانية. هي القلب من جوه بيبقى تيفال، عايز اقول لكم ان ده بستخدمها بقالي 4 شهور وزي الفل، تنضيفها سهل جدا. انا بقرا ريفيوهات كتير ناس انا مش عارفين انضفها، في ناس جالي ريحتها. اقول لكم برضو خبرت بقى 4 شهور، يعني مش اي كلام، هقول لكم هي دي، بس شوفوا عملت ازاي. دي انا غسلاها كويس جدا، بس ده مش عارفه بقى، ما برضاش اجرح فيها بصراحه، بس انا غسلاها غسله كويس. هو قلبها من جوه اهو، بتبقى كده. دي برضو في ناس بتتعلق بيبقى فيها معرفش دهون، انا مش شايفها اي دهون بصراحه، انا استخدمتها كذا مره ما فيهاش دهون. دي ميه كنت غسلها. تمام، زي ما قلت لكم انتوا ممكن تعملوا في الشبكه دي، وممكن بتشيلوها خالص وتعملوا في القطعه التحتانيه خلاص. الفيشه بقى بتاعتها، الفيشه بتاعتها فيشه ثنائيه مش ثلاثيه. في اكتر من حد قال الثلاثيه هي اللي صح، والثنائيه دي بتبقى تقريبا تقفيل صيني ولا تقفيل مصري، مش عارفه بيقولوا ايه يعني، بس
لا هي حلوه يا جماعه والله مش وحشه. تمام. طيب بالنسبه بقى للطبخ فيها او كل الحاجات دي، اكتر حاجه عجبتني فيها هي اكتر حاجه ما عجبتش اللي هي البطاطس. عايزه اقول لكم البطاطس فيها تحفه تحفه تحفه. يعني فيما معناه البطاطس، انا كنت الاول اول ما استخدمتها قرات ريفيوهات ان في ناس بتقول لك ان البطاطس بتاخديها بتحطيها في ميه مغليه وبعد كده بتنشفيها كويس جدا وبعدين تحطي. انا عايزه اقول لكم ان انا بقطعها صوابع وارمي على طول في حله التحمير بتاعه الاير فراير نفسها. تمام. عايزه اقول لكم ان طلعت حلوه جدا مقرمشه جدا، وانا مع الروتينات بتاعه الفتره الجايه هوريكم هي قد ايه بجد حلوه، والله العظيم بجد حلوه. تمام. عجبني فيها تحمير الفراخ. انا ببقى بامانه الله انا ما طبختش فيها فراخ. تمام. انا عملتها في الحله وانا بشوي الفراخ في الحله في الصوص بتاعها مثلا، لان انا ساعات بشويها على الفحم، فلو انا بشويها في الحله نفسها باخدها بعد ما بشويها بقوم حطاها بتتحمر. عايزه اقول لكم بتتحمر مفيش حاجه بسيطه، يعني ما بتاخدش الوقت اصلا، في دقيقتين او اقل كمان في دقيقه. كل حاجه فيها بصراحه كانت حلوه جدا. عملت فيها الطعميه، عملت فيها القطايف. عايزه اقول لكم القطايف والطعميه حلوين، بس للناس اللي ممكن تاكل الاكل من غير ما بيبقى يعني ملان زيت يعني حلوه. تمام. البطاطس حلوه، بس برضو كل الاكل اللي انا قلته دلوقتي مش بتدهني زيت ولا بتبخي زيت. امال بتعملي ايه؟ انت بتحطي نقطه بايديكي كده في البطاطس تعمليها كده، يعني بحيث ان هي يعني تبقى عليها بطاطس تبقى عليها زيت. تمام. بس مش طبعا بزيت القلي خالص، بتسهلكش زيت، هي اير فراير يعني هوائيه، بس عشان تطلع معاكي نفس الطعم اللي بره، ما تحسيش ان انت لا منك اكل حاجات بترفع الكوليسترول وزيت وكده، ولا منك انك ما بتاكليش حاجه ملهاش طعم، لان في اكل ما ينفعش يبقى له طعم من غير زيت. اوحش حاجه ومشروع فاشل يقول لك غير كده بيكذب، البتنجان وحش جدا. البتنجان في الاير فراير يا جماعه فاشل، ما ينفعش. تقريبا هو حلاوه طعمه بسمومه حلاوه طعمه بالزيت الكتير السم الضار اللي بيرفع الكوليسترول، هو ده. لكن من غير زيت لا لا، وحش قوي قوي قوي. عملت فيه ايه تاني؟ كله والله كله كله. يعني انا حمرت فيها لحمه، حمرت كل حاجه اتحمرتها، انا حمرتها في الاير فراير. تمام. فك التفريز، في ناس بتفك فيها يا جماعه تفريز، بس انا مش مع فك التفريز في اي حاجه كهربائيه الا لو الظروف يعني جت معاكي كده. ويومها بستخدم بصراحه الميكرويف، انا عندي الميكرويف. اللي في ناس بقى اللي بتسال كمان سؤال مهم جدا، اللي تقول لك هو الميكرويف بيغني عن القلايه او القلايه بتغني عن الفرن؟ كل حاجه وليها حاجه، مفيش حاجه شبه التانية. بس لو انت مش معاكي تشتريه، عايز اقول لك ان فرن البوتاجاز ايوه بيغني، عشان بس نبقى واضحين وصراحه مع بعض، فرن البوتاجاز بيغني عنها، الا لو انت مثلا البطاطس بتبقى طريه من جوه كانك قلياها بصراحه. بس في حاجات كتير فرن البوتاجاز بيغنيك عنها. بالنسبه لاخر حاجه الكهرباء، ما بتستهلكش كهرباء يا جماعه. انا جيت شحنت الكارت وجيت ابص ولقيتني استهلكتها في اليوم اكتر من مره، ابدا ما بتستهلكش في الكهرباء. حاجه مهمه كمان السمك، اللي يمكن انا اصلا جايباه عشان كده، انا بحب السمك جدا بالذات السمك المقلي، بس مشكلتي معاه بعد ما باكله بتحس ان في حاجه كده واقفه في صدرك، مش نازله، فاهمه؟ كميه طبعا زيت، لان هي بتستهلك زيت، السمك بياخد زيت كتير في القلي. ف عايزه اقول لكم السمك فيها طلع فظيع، بس بيستهلك وقت، ده كل كلمة بأمانة الله. السمك تحفة بس بيستهلك وقت ومش بتديني زيت. انت بتعمليه زي السنجاري، انت عارفة لما تكوني مدخلة السنجاري في فرن وتحطيه مثلا غطا حلو كده فيه زيت كده بترشيه من فوق ومن تحت كده، او مثلا بتعمليها على الجنبين مثلا دقيق وبعدين طبق كده فيه زيت وتمشيها برضو على الجنبين كده زيت وبعدين تحطيها في الاير فراير. في حاجة تانية مهمة قوي برضو وعايزة اقول لكم عليها، ثواني. في ناس بتجيب اطباق السيليكون عشان تحطها هنا، او الاطباق اللي هي ورق الزبده
او ورقه الزبد، اهم حاجه ما تكونش طالعه فوق الحفه دي عشان ما تتحرقش، واهم حاجه ما تكونش فاضي او انت حاطه ورقه زبده من غير ما بتحطي حاجه جواه، ممكن لا قدر الله يقدر الله يحصل نار يعني. فالله اكبر يا رب كده يحمينا جميعا ويحفظ بيوتنا. خدي بالك من الحاجات دي كويس قوي. عايزه اقول لك ان انا كنت في الاول بحط ورق زبده، ما كنتش بحط حاجه، اكتشفت ان هي من غير اي حاجه بتسوي احسن وبتحمر احسن، و بجد ما خسرتش فلوسها يعني. انا طبعا كنت مستنيها في الاول لان دي اول ما كانت بتتباع ما كانتش بتوصل ل 2000 جنيه اصلا يعني، كانت بتعرض علينا ب 1200 و1800. بقول ليه وعشان ايه؟ انا عايزه اقول لكم ان انا شارياها من اقل من 3 شهور، والله عندي لسه الفاتوره، شارياها اقل من 3 شهور ب 6000 جنيه، شارياها من 3 شهور او من 4 شهور ب 6000 جنيه، 4 لتر فيليبس ب 6000 جنيه. معرفش دلوقتي قلت ولا زادت، هي كل حاجه برزقها وكل حاجه بوقتها، انا مش ندمانه بصراحه، حلوه قوي. وبقول يا ريت بجد كنت جبتها من زمان، لان انا من الناس اللي لو قلت بيضه انا بمسح المطبخ، فبجد متعب، وبالذات انا باجي من شغلي اصلا مفرهده مش قادره، انا لو خرجت من البيت ببقى مش قادره بس بجد ببقى جايه تعبانه جدا مش قادره. فهي كانت معايا عمليه جدا، فلو في ايدك تشتريها اشتريها، لو انت ماما بتجهزي بنتك هاتيها لبنتك. انا ان شاء الله ربنا يبارك لي في بناتي، هجيب لهم ان شاء الله الحاجات دي، وهجيبها لهم كمان الحجم الاكبر، ربنا يعيننا يا رب عليهم. بجد احلى اختراع. انا بس كان كل اللي يهمني ان انا اعمل لكم الريفيو ده، وحبيت اعمله بعد فتره طويله من استخدامي عشان يبقى بحق الله، وعشان ما اكونش ظلمت حاجه او ان انا قلت كلام انا ما جربتوش. حلو قوي، في طبعا ناس جربت فيها فشار وكيك والحاجات دي، بس فشار يعني انا لو بعمل مش بعمل بصراحه في كميه الحل، انا هعمل اكتر فاستخدمها مرتين، انا شايفه اللي على البوتاجاز يعني حاجه هتخلص بسرعه تمام. في ناس لا اله الا الله، في ناس بتطبخ فيها، لو انت عايزه، انت عارفين النظام اللي هي الحلل الضغط اللي هي بتسوي الاكل بسرعه، لو انت مستعجله اعملي فيها. بس انا بالنسبه لي ده الاستخدامات اللي بقول لكم عليها دي، انجزتني في سندوتشات البطاطس اللي ولادي على طول تقريبا نايمين قايمين في البطاطس، انجزتني في الحاجات دي كلها، حلوه قوي. اشتروها، واشتروها من توكيل او حد موثوق منه، لان انتوا عارفين الحاجات غاليه، فحرام نرمي فلوسنا في الارض. بس ده كان فيديو النهارده، مش عايزه اطول عليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ان شاء الله استنوني بكره في فيديو جديد، والسلام عليكم.